السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأسئلة اللي بتيجي حوالين خايف أرش العربية علشان خاطر ما تطلعش من الفابريكا، العربية فيها صدى وخايف أعالجها علشان خاطر لو رشيتها هيقل من تمنها، العربية مكلحة وهكذا. الموضوع مش حل للمشكلة دي أو حاجة، الفيديو مجرد دردشة حوالين الموضوع وتقول وجهة نظرك. أنا إن شاء الله أتكلم كده إيه كلام عادي، مش ولا هو حل للمشكلة ولا أي حاجة. لكن يعني بتكون عربية مصدية مثلا أو فيها مشكلة وصاحبها مش عايز يرشها، الموضوع يختلف برضو يا رجالة شوية. يعني الموضوع ممكن يفرق مع التجار، التجار ليه ده بيبيع وبيشتري، فالموضوع ممكن يفرق معاه شوية. العربية مش قاعدة معاه، يعني ده هو أصلا سكة ممكن يشتريها وفي نفس الساعة يبيعها، فهو مش فارق معاه ان هو يجدد او يروق على العربيه او هو عايز يبيعها وما يخسرش فيها. لسه بقى هيكلف دهان ومش دهان ويرش او يسمكر او كلا، هو عايز ياخدها. يكون واحد مثلا محتاج ان هو يبيع العربيه، في واحد تاني يكون محتاج ان هو يشتري العربيه، فبيكون واسطه ما بينهم ايه، وهو بيكون ما شاء الله ربنا يزيد الكل معاه سيوله، بيبدا ان هو ربنا يرزق الجميع ايه ويسترزق، يعني زي ما زينا كلنا، يعني كله عارف من شغله بقى. ولكن انا دلوقتي راجل صاحب عربيه والعربيه معايا مصديه، ف هيفرق معاك في ايه؟ ما انت كده كده راكبها، انت كده كده والعربيه مصديه. بالعكس، انت كل ما العربيه مصديه وسايبها مش عايز ارشها عشان خاطر فيها صدى، او مش عايز ارشها عشان خاطر فيها تكليح، العربيه مكلحه، ما كل ده بيأثر في ان الصدى ده لو ما اتعالجش هيتحول لبرومه. العربية مكلحة، لو الموضوع ده ونسبناه والورنيش اتاكل واللون اتاكل هيوصل للبرايمر، البرايمر هيتاكل، هيوصل للإيدي، هيوصل للإلبو، هيوصل للمعدن، هيعمل أكسدة في المعدن واصفرار، هيعمل صاد، هيعمل مش عارف ايه. يعني بصراحة مش عارف هل هي تتساب ولا